نعيم. نعيم هو أقرب واحد لجعفر العمدة، ابن خاله، ابن خالي من ناحية جعفر، هو يبقى ابن عمتي، متجوز أخته وعايش معاها في نفس البيت. نعيم من أقرب الناس لجعفر، يعني هو دراعه اليمين وصاحبه اللي دايما في كتفه وفي طعمه يعني طول الوقت. نعيم هو الشخصية مركبة، يعني نعيم هو دايما متغير مع مشاعر ومع تفاصيل جعفر. يعني هو من مواليد حي السيدة زينب، ابن السيدة زينب، الواد الجدع اللي دايما شايل حمل العيلة وكتفه في كتف جعفر، فعايش معاه كل مشاكله وتفاصيله. فهو ما بين ان هو بيروح لحياته الشخصية لمراته وعياله واهله، ما بين بيتحول لشخص اخر بدل الشخص اللي احنا شايفينه طيب وجدع معاه، للشخص بقى في رحلة كفاح جعفر في الأحداث اللي أنا أشوفها في المسلسل. يعني ما بين طيب وما بين شرير، يعني خلينا نعيش على الأحداث وأعرفها. يعني هو قصة حبه صباح اللي هي مراته اللي هي أخت جعفر، هي دي قصة حبه الوحيدة طول الوقت يعني. بص يعني أستاذ محمد سامي بيبقى مختلف في كل احداث اللوكيشن، يعني كمحتوى، كدراما، كصوره، كل ما يخص الكونتنت بالكامل. والاهم عنده والميزه الاهم الكبير عنده ان هو بيبقى مركز على تفاصيل الممثل، هو دايما حطك على التراك، حطك في الحاله بتاعه التركيز، من ديك نفس المود اللي المفروض تدخل بيه، شارح لك قبل احنا المفروض جايين من الحاله عامله ازاي. هو بيبقى ملم بتفاصيل كل شخصيه وبينقل لك الحاله دي وانت بتصور. تجربه بصراحه عظيمه جدا. واي حد يعني انا يعني حتى عارف على المستوى بتاع الوسط، بيبقى اي حد نفسه ان هو يشتغل مع استاذ محمد، لان التجربه بتفرق معاه جدا. يعني يا بون رمضان انا كسبتك كاف بشكل كبير جدا، واستفدت منك كتير جدا، وانت انسان جدع جدا، فرقت معايا جدا في شخصية نعيم بصراحة، ومعانا كلنا. يعني كنت دايما حابب كل حد يأدي دوره بأكمل الوجه، خايف علينا كلنا، محتضننا جميعا، فإن شاء الله ربنا يكرمنا رب بخاطرنا السنة دي. هقول له يا بخت اللي ليه صاحب جدع وقت الوجع يلاقيه.